مني أنا طوني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجرى الكلام، مساء الخير. قليلون هم من يتخذون مواقف واضحة ويضحون بمستقبلهم السياسي من أجل الآخرين ومن أجل أوطانهم. هذا ما فعله اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد السابق، والذي استقال من منصبه بعد توقيعه توكيلا للمشير عبد الفتاح السيسي. ما قام به اللواء محمود خليفة أثار ضجة واسعة، وتباينت ردود الأفعال حوله ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن الرجل كان واضحا وواثقا ولم يتراجع ولم يبدي أي ندم بعد تركه لمنصبه، معتبرا أن ما قام به هو عمل وطني، وأنه إذا عاد به الزمن إلى الوراء فلن يتغير موقفه. اللواء محمود خليفة خسر منصبه، لكنه كسب حب واحترام شريحة كبيرة من المصريين، وهو ما كان واضحا في تظاهر أهالي الوادي الجديد مطالبين باستمراره في منصبه. في حلقة الليلة سنحاور اللواء محمود خليفة صديق المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية المصرية، في حوار سيقال فيه الكثير ويقال فيه أجرى الكلام. تقرير.